السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لغز مستمر اسمه فارس الشايبي. يعني فارس الشايبي ناس راهم يعني يستعملوا اسمه كما استعملوا كيسموه محرز في مارس، استعملوا محرز في جوان، استعملوا شايبي في سبتمبر الشهر هذا، زادوا استعملوا كانوا يوجدوا في اسم تاع بوعناني، لكن بوعناني حاضر، شايبي وبليلي يعني مكاش. هذو هما الناس اللي كانوا يقارعوا يوجدوا في اسم تاع بوعناني. بوعناني راه في القائمه، ما كان والو، نورمال عادي. بصح الناس هادو لم يهضروا اللغز المستمر، لازم الشايبي يتربى باش يكون في ليكيب ناسيونال، يتربى رياضيا، ماشي تربيه تاع ما يروحش الجامع ولا يشرب الشراب ولا يكون على بالكم، يتربى رياضيا، لازم يتعلم المجموعه افضل من النجوميه. الناس اللي تفضل يعني تكون عندها مجموعه يعني افضل من النجوميه، خاطر كاين منتخبات اللي فيدات بزاف ما يديروا والو، كاين اسماوات يعني تشوف اسماوات يا في واحد يلعب لك في الريال، واحد يلعب لك في البارسا، واحد يلعب لك في باريس سان جيرمان، واحد مانشستر، واحد منا راه ما كان والو. بصح كي تكون عندك مجموعه على سعدان، كانوا عنده نجوم يلعبوا في منتخب في انديه كبيره، كان عنده مجموعة تاع رجال، ناس عندهم هدف واحد، ماشي هدف تخمم على مدرب سابق ولا تخمم لازم باش تلعب، لازم يكون احترام مدرب، يقول لك خرج ما تزيدش معاه. انت شكون نتايا؟ تديروها في الأندية تاعكم، نوضوا للأندية تاعكم، هذه هي. حتى وين عندي المعلومة يعني عندنا واحد الخبر، حتى وين المدرب السابق جاما بالماضي أقصى شايبي من المنتخب الوطني بدو ماتش بسبب سوء سلوكه في المجموعة، ما لعبوش كونت بوركينا فاسو، ما لعبوش مع موريتانيا، يعني قال لك بسبب سوء سلوكه في المجموعة حسب المعلومات، والناس سكتوا ما كانش يهدر. حنا كنا نقولوا كيف ما لعبوش مير جوال يعني في البارتي الاولى مع انغولا ما لعبش، كيف دارها من بعد يعني كاين كيما معطاوي كيما معزوزي كيما اصدقاء المقربين للمدرب السابق على بالهم بها، بصح ما تساعدهمش ما يهدروهاش، خاطر هما دروك هذا الاسم تاع الشايبي لازم يخدموا به وما يخسروش على جماعتهم اللي راهم دايرين الهيلالا في لي زوسيو في اليوتيوب في الفيسبوك في التيك توك في القنوات، عندهم عقليه تاع دجاج حاطين ريصانهم ينقبوا برك. هذا مكان، هذه هي، هذا هو شايبي لا جا المنتخب، جا وما جاش يتربى، كيعرف بلي المجموعه افضل من اللعب تاعو هو، خاطر انا نشوفه في النادي تاعو اللي قال لك يلعب تيتيلر، جيب لي تشوف تيتيلر كي دايره، جيب لي واش من المباراه اللي لعبها مليح شايبي، جيب لنا حتى وين مع المدرب نهار اللي دارو، عيط له نهار الاول في مارس، عيط له لعب ميطو، ما كاش كاع شايبي ما كاش، واو لله ما بانش شايبي 45 دقيقة، ما بانش أمام بوليفيا، ما بانش، واو لله. من بعد يجي يقول لك شايبي، خلي عندنا الناس شايبي ولا يلعب شايبي البوست تاعو وين؟ حنايا عندنا لاعبين راهم يلعبوا مليح، برهنوا للمدرب اللي راهم يلعبوا مليح، صاي صاحبي روح سيد الببوش، صحيح ما عندك مدرب، عنده مجموعه، عنده لاعبين، راه يمشي يعني وحده وتجديد يعني، وراه في مرحله انتقاليه كنا نهضروا فيها، شاهدنا بزاف صحفيين راهم يهضروا فيها مرحله انتقاليه، مدرب راه في مرحله، مدرب راه في بناء منتخب، شايبي راه مخلي راه يشوف فيه، شايبي راه مخلي راه يشوف فيه، هذه هي، شايبي راه مخلي راه يشوف فيه، هذه هي. ما كان ولا ما كان شايبي ما غاديش نلعبو،
غادي نلعبو بلا شايبي ربحنا وبلا شايبي خسرنا وربحنا وزدنا ربحنا وزدنا ربحنا بلا شايبي. هذا على شرط يكون شايبي، شرط يكون بلايلي. بلايلي كنا في المنتخب، كان في المنتخب الوطني بلايلي، بلايلي بسببه ما تكاليفيناش كوب دي موند. واو لا شايبي بلايلي بسببه ما تكاليفيناش كوب دي موند. امالكم وشايبي واش دار؟ كاع شحال لعب واش دار؟ واش دار في المنتخب الوطني؟ سادر بس سادر شايبي شا ربحنا مع أنغولا حضرنا شايبي لعب 90 دقيقة درنا سادر شايبي حاطونا تشو عطونا نتوما عطونا نتوما تعرفوا خير منا يعطونا نتوما. كاين مدرب مدرب هو اللي يحكم دروك هو دابز هو دابز مع مع صادي ومدابز مع لونترينر هذوك نتايا كي هذه زعما كي اي سايبه ما هي سايبه مدرب مدرب هذا والاتحاديه ماشي. كاين الناس اللي يطلقوا افكار فكره خبيثه والناس تربدها. كاين اللي قال لك لا هذا لونتري هذا شايبي جابوا المدرب السابق. لا ما جابوش المدرب السابق، المدرب السابق كان قادر يجيبه في نوفمبر 2022 ما بغاش يجيبه. المدرب السابق تاعكم لكم تهضروا عليه جاما بالماضي كان معول باللي هذا شايبي ما يجيش يدور في ليك ناسيون. واش دار له في الكوت ديفوار؟ واش دار له في الكوت ديفوار باش يكون على بالكم؟ على ما لعبش دو ماتش؟ روحوا قولوا له على ما لعبوش دو ماتش وتسقسوا نتحدى خاطر المعلومه اللي راهي عند معطاوي وعند معزوزي عندهم المعلومه بصح ما يهدروهاش ما يهدروهاش المعلومه هذه ما يهدروهاش ما تساعدهمش ساكتين ساكتين ما يهدروهاش. وين وصل فلاديمير مدرب المنتخب الجزائري كره القدم يوم الخميس ابعاد متوسط شاب فارس شايبي للشهر السابع على التوالي خطوه عادت لتؤدي ضجيج حول السبب الحقيقي وراء تخلي المدرب عن خدمات اللاعب السابق لنادي تولوز الفرنسي. وبشكل غريب يواصل ما كان لا شكل غريب لا والو وين يواصل التقني البوسني يعني تاع يعني وين يعني وين بيعزل يعني تعدد مناصب صاحب ال21 ربيع. ورغم ان اللاعبين متعددي المناصب هم عملة نادرة الا ان المدرب اعتبر امر معيق لمنظومته للاعب الخضر. وباللغة الدبلوماسية وارد يعني شايبي لعاب جد مثير للاهتمام وين قال لهم لونترينا قال لهم مثير للاهتمام لكنه الى حد الان لا يزال يبحث عن مكانته في ناديه. صح ما زال شايبي ليس بمهاجم لانه ليس فعال بشكل لازم. واضاف شايبي ليس بمتوسط ايضا فهو لا يظهر امكانيات المطلوبه في هذه المنطقه. وأدت يعني التصريحات رغم اداء يعني وين اداء المنظم لشايبي ما فهمناش. قال لك يلعب تيتيلر تقول ما راناش نشوفو. قال لك شايبي يلعب خلاوه في خلاوه في ليكيب تاعو ويكذب روحو بعد يكون يجي ليكيب ناسيونال نال يعتذر ويعرفوا باللي غادي كي يديره يمد 100% ما يديرلكش واحد انت يا واحد غاضب لك غاضب باغي يشمت لك في البارتيه. لا لا ما يجيبلكش تمار يجيبلك لعاب اللي باغي يلعب الى في لي زونترينمون يجري ويدير في المشاكل مع صحابه ويهدر ويحب السلة وهذا ماشي اونترينر وهذا لازم نديرو ولازم من ولازم من. يا خويا غادي يكملوا معاك انت في الدورة الاولى يكملوا معاك او كلش يوصل وانت مهبول ولا مالك. هذه هي اخويا لازم لك بين في النادي تاعك وروح تلعب خاطش عليه. حنا واللي صبحوا ناس يحاسبوا مدرب على قائمة وهي عبر العالم يعني كرة القدم يعني الحديثة وكلش يعني حاسب المدرب في المستطيل الأخضر فماك ما عجبك شي فماك نهضرو ماشي على قائمة تاع اللاعبين جيب فلان كل واحد يدافع على واحد واحد يدافع على ود بلومي واحد يدافع على شايبي واحد يدافع على بليلي واحد يدافع على إبراهيمي. نحترمو قرار المدرب خويا كاين مدرب يا خويا أنا نحاسب المدرب على النتائج
اما تجي تقول لي منا ولا خلعتونا اليوم ولا عام ما لكم صورت هذاك مسيلمة كذابة ودي الكذب خير ربي راه غير كيما هاكا هاي 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 اي بشوية بشوية ما تقلقوش راه ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بالجديد اللي مشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.